كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها هيك دزدس فشلومه جا فشلومه صب الخارج. الزيت فشلومه هوني فشلومه فشلومه جيت في بالك كنت باش نمشي ياسر بتيت راك الله غالب لله بالله سامحني وش بك ما تهزش علي تليفونك انت سرق وانا جاي في الثنيه كيفاش تسرق انا مروح من ابيزا نسوق في كرهبتي الديكابوتابل ونحكي في التليفون وتعدي وزوز على سونتروا وبدا يمشيو بجنبي ويحكيوا معايا انا في بالي بيجي يسالوني على بلاصه يا اخي خطفولي التليفون من يدي وهربوا وانت سكت لهم يا بنتي انا سوق وزيد كياس ابيزا خايب وليت كلمته حيت صاحبي في الحاكم قال لي في سويعتين نلقاهولك وانت وقتاش مشيت لابيزا اليوم الصباح ومشيت بالكرهبة اي مشيت المغرب بعد مشيت لاسبانيا بربي كي تجي ماشي البلاصه قل لي باش ما نقعدش نهار كامل الا وجع عليك يا بنتي جاتني المشيه من الحيط كلمني صاحبي الساعتين متاع الليل قال لي تزنيش لابيزا توحشت امي عندي برشا ما ريتهاش مسكين سخفني ولا قلت له وي اطلع يا اخي حتى في الخارج موجوده النطره فشلومتي موجودة يا بنتي خاصة إبيزا ياسر فيها سرقة أما تعرف كيما جاش الكياس محفر راني خلطت عليهم وفتقت من بعضهم وجبت تليفوني تيب ربي سايب عليك من المشاكل فشلومتي حتى أنا قلت نشد مفشخهم بعد رصالي في الحبس في إبيزا ما عنديش حتى شكون يجيب لي قفة وصاحبك في الأخر شاف شي أمه إيه يا بنتي ما طلعت مش أمه يا خشني يا الحكاية فشلومة يا بنتي كي وصلنا لدارهم لقى امه هذي مريض على الاخر يا اخي حكايته الحكايه قاتل وراني مش امك ولا يبكي مسكين وحالته حليله واو باش نكلم له سعاله يلقى له حل يا والله حويلي سخف مسكين ابنتي ما دام انا صاحبه ما تخافش عليه لازم يلقى امه هيا ها وسلومه بقص الحومه جاي فسلومه بربي مخك وين عليه اش بيه زاده يا بنتي حتى في تواليت قهوه ابيزا اللي في راس النهج فسلومه لازم يعمل تصاور وزيد ينسى تليفونه اما جاب ربي خرده ما تلفت له حد شد سي فشلومة وركز شوية معناها انت فشلومة كنت في قهوة ابيزا اللي الكابوسان فيها ب 300 فرنك والله هذيك هي منين تعرفها انت فشلومة تكذب عليا وتقولي تليفون تسرق وتكابوتابل وابيزا تكذب نكذب الا ولاد بلي يقولوا كلمة حق كذبت عليكم انا قبل لا ابدا هيك دزدس فشلومة جا فشلومة صب الزيت فشلومة هوني فشلومة كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها